ازاي تتاكد ان الميه بتاعت العاكس مظبوطه تماما وما فيهاش اي لعب. ده اللي هنبدا باذن الرحمن نشرحه في درس النهارده، تابعونا. النهارده هنبدا نتكلم عن ملحوظه مهمه جدا في استخدام التوتال ستيشن من خلال العاكس بتاعه، لازم تحطها في دماغك. وقبل ما نبدا درس النهارده احب افكركم بالدورات بتاعتنا او الكورسات المتاحه، اهمهم الكورس الشامل، وده باذن الرحمن بتعرف فيه توتال ستيشن والميزان بشكل احترافي، وقراءه اللوحات الهندسيه واعمال المكتب الفني من كاد وسيفل، وتعريف اعمال التنفيذ بالقطاعات الاربعه لهندسه المساحه اللي هي طرق ومرافق وتركيبات وانشاءات، هنقول لك ازاي بتشتغل فيهم بكل تفصيل ان شاء الرحمن. للحجز والاستعلام معاكم الرقم على الواتساب. يلا نبدا. هنا اول ما تستلم التوتال ستيشن وتمسك البريزم بتاعك لازم تعمل اجراء بسيط جدا عشان تعرف ميه البريزم دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، وهل فيها لعب ولا لا. طيب انا دلوقتي لو جيت اشتغلت بالبريزم بتاعي وظبطت الميه، لسه هظبط الميه زي ما انت شايف كده، البريزم ميته مظبوطه، لكن لو بصيت لي من بعيد هتلاقي ان البريزم مش مظبوط. يعني انا ظابط الميه كده هتلاقي ان البريزم مايل، تمام؟ فده سببه ايه؟ او انا اعرف اكتشف الحكايه دي ازاي؟ ممكن تبدا، ممكن تبني شغل على اساس ده، ممكن تيجي تشتغل من غير ما تاخد بالك تلاقي فعلا ان البريزم فيه التكه دي. طب اعمل ايه؟ حركه بسيطه للغايه، هتمسك البريزم كده هترفعه لفوق، هتعتمد ان انت بتخليه حر الحركه، حر الحركه زيه زي الزومبا، زيه زي ميزان الخيط، فبالتالي البريزم راسي. هنرجع نبص على الميه. طيب الميه بتاعتي دلوقتي هل هي مظبوطه؟ لا الميه مش مظبوطه، يعني كده الميه مش مظبوطه. بص الميه راكنه ازاي وانا معلقه في الهواء، يبقى كده في خلل في البريزم، تمام؟ كده في خلل في البريزم، يبقى بالتالي انا امسك اي بريزم بتاع توتال ستيشن من هنا بصبعي وابدا اخليه حر الحركه. طب هتقول لي ليه مش من هنا؟ هقول لك من هنا لان انت ممكن تلعب فيه، ممكن تميله، لا انما تخليه حر الحركه من حته حره كده اهو، تمام؟ انا رفعته هو راسي تماما، لكن الميه بتاعته لو عملنا تشيك عليها هنا هنلاقيها ان هي راكنه، تمام؟ الميه بتاعته راكنه، فبالتالي العاكس ده فيه شيء غلط، بدليل ان انا لو ظبطته كده، لو ظبطت الميه بص هتلاقيه مايل عندك ازاي؟ يعني العاكس مايل والميه بتاعته مظبوطه زي ما انت شايف. بكده انتهينا من حلقه النهارده، ما تنسوش ان شاء الرحمن اللايك والشير للمحتوى عشان تفيد غيرك ان شاء الرحمن، واي سؤال عندكم اكتبوه في الكومنتس، معاكم ان شاء الرحمن. تابعونا على فيسبوك وانستجرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.